الفهمينا بزاف منكم مؤخرا ولاو كيسولوني على سارة، علاش ما كتبانش معاها، شنو واقع بيناتكم، ياك ما فارقين؟ وي فارقين، وهذا حال الدنيا وهادشي اللي عطا الله، والدنيا ارزاق. نا فريمون تكونوا كتمناو لينا بجوجنا الخير كما انا كنتمنى ليها وهي سيغمون كتمنى ليا. هذا ما كان، والحمد لله على كل حال، واسمحوا لنا. السلام عليكم، كيف حالكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير يا ربي. وانتم كتفرجوا في الفيديو، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه المراه الصالحه. اول مره كندير بحال هاد الفيديوهات وبحال هاد النوع ديال الفيديوهات، ولكن الصراحه والله الا استفزني هذا الامر بزاف بزاف. تصوروا هاد الايامات وليت كنشوف بزاف ديال المواقف بحال هكم، ماشي غير عند ساره وعند ابو جاد. تصوروا كل شيء كنشوفهم بحال هكا، الا طرات شي حاجه ما بيناتهم كيخرجوا كيعلنوا داكشي للعلن. بغيت غير نقول وجهه النظر ديالي انا. بالنسبه لي انا، الواحد الا وقعت لي شي حاجه في حياته، من الاحسن انه يسترها، يستر المشاكل اللي عنده، يستر الافراح اللي عنده. قلنا الرسول عليه الصلاه والسلام قضوا حوائجكم بالكتمان، واي حاجه نحاولوا نقضيوها بالكتمان، ماشي اي حاجه كتقال في السوشيال ميديا، ومشي اي حاجه خصنا نفضحوها في السوشيال ميديا. كنتمنى من ربي يكون غير كيضحك ابو جد، ان شاء الله ما ينفصلش على الزوجه ديالو وعلى الابن ديالو. كنتمنى الله يجمع الشمل ديالهم. صراحه ديك البنت درويشه بزاف وغير كتضحك، وما نتمنهاش ليها، ما نتمنى لها حتى شي وحده. هذه هي النهايه ديال دوك اللي كيشاركوا حياتهم في السوشيال ميديا والعائلات ديالهم. ف صراحه انا كونتر، والله الا انا كونتر بحال هكا الواحد يخرج للعلن فيديو ويقول انا انفصلت، انا هادي، انا هادي. عندك جوج الناس اللي والله الا كيبقاو فيا، عندك فؤاد والزوجة ديالو نجلاء، حتى هما ما كرهتش انهم رجعوا لبعضياتهم ويجمع الشمل ديالهم. وكما شفنا دابا ابو جاد خرج بفيديو وقال بانه راه بصح انفصل على سارة، وكيتمنى لكل واحد فيهم الخير. ما عرفناش شنو عنا بالكلام ديالو، كنتمنى انه ما يعنيش طلاق، كنتمنى انه ربي يجمع الشمل ديالهم مع وليدهم ويسهل عليهم ربي وبقاو مجموعين اونصامبل. من بحال هادشي خصنا ناخذ واحد العبره في حياتنا، خصنا نحاولوا اننا نكتموا الاسرار ديالنا، الاسرار البيت، حتى على الناس المقربين. فماشي اي حاجه كتقال، حتى ولو كانت عائلتك المقربه، فما خصكش بقى تعود ليها داكشي اللي بينك وما بين الزوج ديالك وما بين عائلتك اللي قريبة، ما خصكش بقى تعودو. فمن الأشياء اللي خصنا نتعلموها هو الكتمان،